والله المنتخب اليمني جاء غير يعني جيد يعني بالمره يعني، وهذا يرجع يعني سبب المجاملات يعني بالمسؤولين يعني، في عناصر كثيره كان يمديها تلعب في المنتخب بس مجاملات والوسطات في الاتحاد اليمني هي اللي تاثر على المنتخب ككل يعني. اداء عادي يعني، لا هجوم لا وسط زي الناس، دربكه في الملعب ما في الا الحارس اللي ماسك المباراه، يعني لو الحارس موجود اربعه ننهزم خمسه. المنتخب سيء، كل سنه نشوفه أسوأ من اللي قبل، والسبب المدرب، لازم المدرب هو اللي يعطى حريه كامله باختيار اللاعبين، يعني هذه الحقيقه.